خلينا بقى نروح لحاجة جميلة وعيد ميلاد باتسو موسيماني ال57 برضو مش باين عليه 57 كل سنة وانت طيب يا باتسو وده يمكن أول عيد ميلاد لي مع الأهلي وحققت بطولات جميلة منهم الدوري طبعا اللي كان مقسمه مع فايلر وكاس واثنين دوري أبطال أفريقيا زي ما احنا كلنا تابعنا سوبر أفريقي برونزية مونديال الأندية وإن شاء الله السنة الجاية كمان يكون عدد الضعف فخلينا نقول مشوار ابتديته بشكل رائع مع الأهلي إن شاء الله كمان يختم معرفش بقى كمان كم سنة بس يختم كمان بالمزيد والمزيد من التألق والبطولات مدير فني جميل الناس حبيته أول ما عرفوه يعني في ناس كده فاهم الكيمستري بتاعتها بتبقى حلوة وذكي جدا خلي بالك شخصية كاريزماتية وعلى الحقيقة لطيف جدا برضه طبعا لا عنده كاريزما الحقيقة طاغية جدا إلى جانب طبعا قدراته وإمكانياته وامتلاكه لأدواته كمدرب مفيش شك إن باتسو موسيماني يعتبر يعني صاحب عقلية كروية مميزة جدا وكان اختيار أكتر من ممتاز وموفق من لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إن هم يتعاقدوا معاه بالمناسبة التعاقد معاه ما كانش بس لمجرد إن هو يبقى مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد ما كان الهدف من وراء إن هو يعني يعملوا من خلاله مشروع كرة بمعناه الواسع بمعنى حصد بطولات توسيع قاعدة الاعتماد على الناشئين في النادي الأهلي الاستعانة بعناصر الخبرة والحقيقة كل دي يعني أمور موسيماني بيقدر يوظفها كويس جدا إلى جانب ودي طبعا حاجة كلنا لاحظناها قدرته على التعامل النفسي الجيد جدا مع كل اللاعبين وحتى مع الجمهور بالمناسبة كل سنة وانت طيب كل سنة وانت مع النادي الأهلي كل سنة وانتوا ناجحين ودايما بتحصلوا على بطولات ومشرفينا في كل مكان برج الأسد خلي بالك أوكي. برج الأسد ابتدى بقاله شوية